اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أعزائي، ودعونا اليوم نتحدث عن الأصل والمآل في فهم معنى الحج، لأننا في موسم الحج. سنبدأ ونقول وبسم الله وبالله التوفيق، أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض جعلها كائن حي، فإذا هي تحتاج إلى إمداد متواصل من الطاقة لديمومة حياة هذا الكائن، أنها تأتي من السماء، من الكون، من أي مكان اختار الله سبحانه وتعالى، وتهبط في منطقة واحدة وتتوزع على الكرة الأرضية. وفي رأيي أنها هي مكة، والأدلة على أنه مكة، الأحاديث والآيات في القرآن تشير على أن هذا الكلام منطقي، أنه مكة هي الأصل. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وأذن في الناس، يعني ليس للمؤمنين ولا للمسلمين، كل البشر، وأذن في بالحج يأتوك رجالا يمشون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ليشهدوا منافع لهم. طيب، الآن ذهبنا إلى الحج. لماذا عبادة الحج هذه كانت؟ لأن ذكرنا أنه عندما تصلي أنت تستقبل هذه القوى التي تأتيك من مكة، فيجب على الأقل مرة واحدة في العمر إن استطعت أن تذهب إلى مصدر توزيع هذه الطاقة، ولو مرة واحدة في عمرك تذهب إلى هذا المصدر وتقتنص منه وتقتبس من هذا المصدر تلك الطاقات النقية المباشرة المركزة عندما تنزل إلى مكة وتطوف. وهذا الطواف سبعة أشواط، هذا ليس عشوائيا، وإنما هو الجزء المبرهن لأنك بدأت تستلم أو تشحن من هذه الطاقة الجديدة. لذلك تكون عندما تذهب إلى موسم، عندما تطوف حول الكعبة، فإنك تقوم بعملية إزالة remove all the old data الموجودة عندك، كل المعلومات المخزونة السابقة بما فيها، قد تكون أخطاء، قد تكون فيها نواقص إلى آخره وأنت غافل عنها، كلها تزال من نفسك، من هالتك، من طاقتك الموجودة في النفس والهالة، فتصبح فتأتيك قوى جديدة تستلمها هناك مباشرة وتشحن بها الهالة شحنا نظيفا. وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. فهذا هو عملية إزالة remove all the old data، وبناء معلومات جديدة، طاقات جديدة تخزنها وتبدأ للتفاعل معها. ولذلك أن تصبر وتتحمل، لأنه في عملية بقائك في مكة لموسم الحج هي عملية بناء نفس جديدة، بناء هالة جديدة، حتى تعود النفس كما ولدت يوم ولدت، نفس جديدة وجسد جديد، تعود بجسد قديم ولكن بهالة ونفس جديدة. هذا هو الفرق في الحج. لذلك نحتاج أن نصبر ونتحمل حتى تنبني هذه الهالة نقية صافية بقلب خاشع متصل بالله سبحانه وتعالى، ويعرف كيف يستمر بعد العودة من الحج أن يتواصل مع تلك الخيرات والبركات في مكة التي تهبط وتتوزع وتصل إلينا في كل مكان عندما نتجه نحو القبلة في الصلاة أو في الدعاء أو غيرها. هاي النقطة الأساسية. وعند الطواف الخشوع والهدوء والتحمل كما ذكرنا، لأنه في لحظات في تلك اللحظات أنت تقوم بعملية غسل وتجديد للنفس، فتفكر وأدعو ما شئت من الأدعية، لأنه هذا الدعاء أثناء الطواف هو عملية بناء أيضا، لأنه إزالة القديم وبناء شيء جديد. فما تحتاج أنت في حياتك في هذا موسم، هذه فرصة للحج، فرصة لبناء ما تريد من علم، من ثقافة، من حياة، من سعادة إلى آخره. إن كان لديك مال وتتصدق به، يعني كنت تطلب المال فاطلب معه أيضا أن يمكنك من الصدقة، وإلا منحت المال ولم تمنح بركة هذا المال ما فائدته، وبركة المال الصدقة، فإن لم تفعل أيضا فما فائدته. فلذلك عندما تدعو فكر بنوع الدعاء أثناء الطواف وبخشوع، وأنت تطوف ومتجه
وكتفك الأيسر 100%، لا تحاول أن تلتفت يمينا أو يسار، حتى وإن دفعوك حاول أن لا تغير اتجاه صدرك أو وجهك عن الزاوية التي هي بيكون كتفك مع استقامة مع الكعبة، بناء الكعبة. لا تلتفت إلى الكعبة أثناء الطواف، واستلم هذه القوة التي تأتيك من الأعلى وليست من الأمام، من الأعلى، وأنت أمامك أنت تخوض كأنك في بحر فتستلمها، وبالدعاء تبدي تثبت هذا الدعاء وتستلم هذه البركات بإذن الله تعالى. وسؤال أيضا قد يتوارد إلى الذهن، طيب ما علاقة السعي بين الصفا والمروة؟ عندما نعرف قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر وإسماعيل وكانت تسعى من أجل الماء بين الصفا والمروة، من كان هناك معهم؟ كان معها جبريل عليه السلام وكان مجموعة من الملائكة أيضا هناك، فجعلوا بحركة هاجر هنالك طاقة تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. لذلك عندما تذهب أيضا للسعي أن تكون أيضا مفكر وخاشع وتدعو أيضا، لأن هذه حتكون كأنها إضافة لعملية الشحن. فإذا أقل شيء 7 أشواط، وسبعة أشواط أيضا للسعي، 7 أشواط طواف حول الكعبة وسبعة أشواط للسعي، ثم تصلي ركعتين تثبت فيها ما استطعت من عملية شحن للطاقة الكونية التي منحت لك بإذن الله تعالى من منبعها الأصيل. والوقوف في عرفة هو عبارة عن إثبات وترسيخ كل ما قمت به في تلك الأيام من طواف وسعي ودعاء وصلاة. الآن في يوم عرفة تقوم بتشديد الدعاء، يعني حتى الفقهاء يقولون أنه في عرفة لا تصلي بقدر ما أنت تدعو، تقرأ القرآن بكل آية يجب أن تدعو، وإلا لا تقرأ القرآن وإنما عليك بالدعاء. فإذا قرأت القرآن لا بأس أن تجعل منها القراءة في كل آية توقف ودعاء ومتابعة وفهم واستيعاب وخشوع لله ثم تدعو، أي لا تدع نهار عرفة يمر عليك بدون دعاء، كدعاء الغرق، دعاء ملح لله سبحانه وتعالى ويستجاب لك في ذلك الموقف بإذن الله تعالى مهما كان من أمور الدنيا والآخرة، تتحقق بإذن الله تعالى إذا هيئت كلها إلى يوم عرفة. وبعد عرفة الآن عملية يسموها عملية تشطيب وإضافة وتعديل وتهذيب وختم وإحكام، ألا وهي البقاء في ميناء ورمي الجمرات والذبح والحلاقة إلى آخره، هذه كلها عمليات تثبيت ما قد أنجز في يوم عرفة وقبل عرفة. المسلم لم تكن لديه هذه الهالة دائمة وصحيحة ومعافاة فيصعب عليه أن يدخل إلى حتى الحساب، لأنه الأول ما يحاسب المرء عن صلاته، فإن لم تكن هذه الهالة قد بنيت أثناء الصلاة إذن لن يدخل إلى الحساب. لا نقول للجنة الآن، ها انتبه، الصلاة مفتاح لدخول الحساب، أي بعبارة أخرى بناء الهالة ضروري جدا للوقوف في حساب يوم القيامة، بدون هذه الهالة المبنية في الصلاة والعبادات إلى آخره لن تقف أمام الله سبحانه وتعالى، وإنما والعياذ بالله كما في الحديث يؤخذ بهم مباشرة إلى جهنم، لأنهم ليس لديهم ما يتناقشون عليه، أو ليس لديهم إمكانية الدخول ليس فقط إلى الجنة بل حتى لا ساحة الحساب. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وأن يديم علينا قوة الإيمان وصحة الإيمان وثبات على الإيمان، وأن يثبت قلوبنا على دينه سبحانه وتعالى حتى نلقاه وراض عنا غير غضبان. انشروا هذا الفيديو رجاء، أوصلوه لكل من تعرفون أنه ذاهب إلى الحج، خصوصا لمن يذهب لأول مرة، عسى أن ينتفع بهذه المعلومات، لكنه هذه مركزة لمسألة الحج، خصوصا الذين تابعوا بقية الحلقات السابقة فجزاكم الله خير، واعلموا أن هذا من الإعجاز العلمي اللي جعل في القرآن والسنة عن أهمية الحج بإذن الله تعالى. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم لنا، جزاكم الله خير، استودعكم الله ونحن وأنتم بإيمان وصحة وعافية. إلى اللقاء.